بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل عبد الرحمن الدحيم أو الدحيم من حريم لا يقول: كيف يكون شكر النعم، وماذا يدخل في هذا، وما الواجب على الفرد والمجتمع تجاه هذه النعم؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر النعم واجب، لأن الله أمر به. شكر النعم يكون بثلاثة أشياء: تحدث بها ظاهرا، قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها باطنا، أن تعترف بقلبك أنها من الله لا بحولك ولا بقوتك. والركن الثالث وهو مهم جدا: أن تصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل، ولا يجوز لك صرفها في المعاصي. فإذا توافرت هذه الأركان الثلاثة حينئذ يتحقق شكر النعمة: اشكروا لي ولا تكفرون. نعم. أحسن الله إليكم. له سؤال عن الأمانة يا فضيلة الشيخ: هل الأمانة تختص في الأمور الشرعية؟ ما هي أنواعها وما معناها؟ الأمانة عامة تشمل الأمور الشرعية بالدرجة الأولى، وهي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، والمحافظة على الدين، لأن الدين أمانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأمانة فيما بينك وبين ولي الأمر، وذلك بالسمع والطاعة والقيام بأعمال الوظيفة التي وظفت فيها. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات المراد بها هنا الأعمال، أي أن تولى الأعمال للأكفاء الذين يقومون بها. فهذا يجب على ولاة الأمور أن يعينوا فيها من يقوم بها على الوجه الصحيح، هذا أداؤها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعلى الموظف أن يقوم بالعمل الذي أنيط به، لا يبخس منه شيئا، فإنه أمانة في ذمته. فالوظيفة والعمل أمانة في ذمة الموظف، أن يخلص لله فيه، وأن يؤديه على الوجه المطلوب، وأن لا يأخذ عليه رشوة، لعن الله الراشية والمرتشي. وكذلك الأمانة في أمور ما بين الزوجين، هذا أمانة بينهما، لا تفشي سره ولا يفشي سرها. وكذلك الأسرار التي بين عامة الناس، إذا أتمنوك على أسرارهم يجب عليك المحافظة عليها ولا تفشيها لأحد، الأمانة عامة. كذلك الودائع التي عندك للناس والديون التي لا مستندات فيها، هذه أمانة أيضا يجب عليك أداؤها لأصحابها. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول: لأولاد ولله الحمد من حفظة كتاب الله، وأخاف عليهم من العين، فلا يحضرون مناسبات ولا أسمح لهم بالزيارات، هذا العمل ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟ أحسن الظن بالله عز وجل، ولا يكون عندك وساوس أو تشدد. حضور المناسبات الطيبة والذهاب إلى الأقارب وزيارة الأقارب هذه أمر مشروع، وكذلك الذهاب إلى المساجد وحلق تعليم القرآن، لا تضيقي عليهم في ذلك. نعم. هذا سائل يقول: ما الصفة الشرعية للتعامل مع الميت لحظة وفاته وجزاكم الله خيرا؟ الصفة الشرعية أن يبادر بتجهيز الميت، أن تغمض عيناه، وأن تنزع ثيابه ويسجى بثوب يستره، وأن يبادر بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه
تشييعه إلى المقبرة، وأن يبادر بوفاء ديونه التي عليه للناس، وأن يبادر بتنفيذ وصاياه التي تتمشى مع الشرع، تنفيذ وصاياه التي أوصى بها، والدعاء له، الصدقة عنه، الحج والعمرة عنه، كل هذا مما يشرع للميت. نعم. له فقرة متعلقة بهذا السؤال، يسأل: من الأولى بتغسيله، بتغسيل الميت أحسن الله إليكم، وهل للمرأة أن تقوم بتغسيل زوجها والعكس؟ الأولى بتغسيله من أوصى بأنه يغسله فلان، إذا كان أوصى بأحد أن يغسله فإنه الأولى به، ثم بعد الوصي أقاربه، الأقرب فالأقرب، الأقرب من أقاربه فالأقرب. والآن بعدما أحدثت هذه المغاسل الكبيرة في بعض المساجد، صار الناس يتكاسلون عن تغسيل أمواتهم ويسلمونها لهؤلاء المغاسل. فإذا كانت هذه المغاسل موثوقة، تغسلهم على الوجه المطلوب وتكفنهم على الوجه المشروع، فلا بأس بذلك. وأما أن الرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها فلا مانع، وما عدا ذلك فلا يجوز. المرأة تغسلها النساء والرجل يغسله الرجال، ما عدا الزوجين فإنه يغسل أحدهما الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قمنا بالعمرة في الشهر الماضي، وكان واحد من أسرتنا يردد التلبية ونحن نردد معه، فما حكم التلبية الجماعية في العمرة؟ مأجوري. غير مشروعة، التلبية الجماعية غير مشروعة، كل يلبي لنفسه منفردا عن الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: بخصوص كفارة الإطعام، هل يجوز إخراج نوع من الطعام لا يحبه المخرج بينما يحبه من يأكله؟ قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث، يعني الردي، منه تنفقون. ولكن الصدقة تكون من الجيد أو من المتوسط، ولا تكون من الردي، فإنها منهي عنها. ولا تيمموا الخبيث يعني الردي، منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالمسلم يصدق مما يحب، أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم. هذا يسأل ويقول: مسألة العينة، أرجو أن تذكروا مثالا لها في البيع والشراء مأجورين، وما حكمها؟ مسألة العينة مسائل الربا، لأن حيلة إلى الربا، وهي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من الذي باعها عليه، يشتريها البايع منه بثمن حال أقل من المؤجل، هذه هي العينة، لأنها عبارة عن بيع دراهم بدراهم، وجعلت السلعة وسيلة للربا وحيلة، فهذه هي مسألة العينة. سميت عينة لأن البائع رجع إليه عين ماله، ورجع له زيادة في الثمن. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تسأل عن الرموش التركيبية، وضعها على رموش العين ورسم الحواجب بقلم الكحل الأسود أو بني، أو إدعاج العين برسم من الألوان. الرموش إذا كان يقصد بها وضع شعر على العين ليس من خلقتها، هذا هو الوصل، وصل الشعر بالشعر، هذا حرام. وأما الصبغ الحواجب لا تصبغ، يحرم صبغ الحواجب إلا إذا كانت مشوهة، إزالة التشويه بما تيسر. وأما يعني الكحل في العين وتسويد الرموش بالكحل، هذا طيب ومشروع، الكحل طيب في العين، تجميل العين بالكحل للرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في نظركم في رجل ترك الصلاة لأكثر من سنة أو سنتين ثم عاد وحافظ عليها، هل يقضي ما تركه سابقا؟ إن كان تركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر، فإذا تاب إلى الله حافظ على الصلاة فإن الله يتوب عليه ولا يقضي ما فات، هذا بالإجماع. أما إذا كان تركها تكاسل ثم تاب إلى الله هذا محل خلاف، منهم من يرى أنه يقضيه لأنه لم ينكرها ولم يجحد وجوبها، والصحيح القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يقضيها أيضا، بل عليه أن يحافظ على الصلاة في المستقبل، وتكفيه التوبة الصادقة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما مدى صحة حديث ورد ما معناه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ الحديث صحيح، وهو يحث على صلة الرحم، ويبين أن صلة الرحم سبب في طول العمر. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، قالوا
أن الأعمار مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، فكيف يطول العمر بصلة الرحم؟ فمنهم من قال المراد أنه يبارك في عمره، تطويل العمر بمعنى أنه يبارك له فيه الأعمال الصالحة فيكون كالعمر الطويل. قول الثاني أنه على ظاهره وأنه يطول في عمره، وهذا مقدر من الله جل وعلا. الله قدر أن هذا الشخص يصل رحمه فيطول عمره، وقدر أن ذاك الشخص لا يصل رحمه فيقصر الله في عمره، فهو مبني على سبب، مبني على سبب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أبو علي فضيلة الشيخ، في مسجدنا رجل بجانبي في الصف الأول لكنه يسابق الإمام في الركوع والسجود، كيف ننصحه مع أنه كبير في السن؟ بينوا له أن هذا لا يجوز، ولا تجوز مسابقة الإمام، قد تبطل الصلاة، أنصحوه بذلك وبينوا له. وإذا كان لا يسمع الإمام فإن من بجواره ينبهه بهمزه ونحو ذلك، ينبهه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رجل يعمل في فراشة المسجد وتنظيفه ويتقاضى راتب، هل يجوز له أن يوكل شخص آخر لتنظيف المسجد في نهاية الشهر ويعطيه جزءا من المال؟ لا يجوز له ذلك، لأن هذه ظاهرة الذين يستثمرون المساجد. الإمام يفعل هذا، بعض الأئمة يفعل هذا أيضا، يأخذ الإمامة ويتغيب ويوكل الفراش أو غيره بأن يصلي عنه، ولا يحضر إلا بالأسبوع مرة ليثبت وجوده، هذا حرام، ألا يجوز. نعم، للإمام أن يتخلف، ليقيم المسجد أن يتخلف لعذر، ولكن إذا تخلف يوكل من يقوم بالعمل بدلا عنه، لأنه معذور شرعا في هذا. أما من يعمل هذا تعمدا وكسلا ولا يقوم بالعمل وإنما قصده الراتب، يأخذه ويعطي منه جزءا قليلا لمن يقوم مقامه. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا أبو نواف يقول ما حكم أيضا وضع بعض الأدعية المكتوبة داخل المسجد والغرض منها أن يستفيد منها المصلون؟ هذا شيء محدث لا أصل له، ولم يكن السلف يكتبون في المساجد الأذكار ونحو أو الآيات، كانوا يعملون هذا، بل ينهى عن الكتابة في المساجد أمام المصلين، لأن هذا يشغل المصلين. والذي يريد أن يعلم الناس علمهم بالطريقة المتبعة، وهي أن يوزع عليهم رسائل أو هو يتكلم معهم بها ويذكرها لهم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول ما حكم متابعة قنوات السحر والشعوذة والاتصال بها، وهل يأثم الإنسان بذلك؟ لا شك في ذلك، الذي يطالع القنوات التي فيها السحر والشعوذة والمواقع أن هذا آثم وفاعل لمحرم، وإذا أقرها ورضي بها فهو كافر، لأن السحر كفر تعلمه وتعليمه. وكذلك من يرضى به ويطالع نشره هو راض به، إن قال أنا أتفرج نقول هذا حرام، لا يجوز تفرج على الباطل إلا إن كان تريد إنكاره وتبلغ لأجل منعه، أما أنك تتفرج عليه من باب الترويح عن النفس هذا محرم، قد يفضي بك إلى الكفر إذا رضيت به واستسغته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، هل يجوز التصدق على عمال النظافة علما بأن منهم غير مسلمين وبعضهم بغير ديانة؟ نعم، غير الزكاة صدقة التطوع تعطى للمحتاج ولو كان غير مسلم، تعطى للمحتاج ولو كان غير مسلم، وإن كان المسلم أولى، لكن إذا حصل من هو محتاج ولا يعطيه من الزكاة، إنما يعطيه من صدقة التطوع، هذا من باب الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. إذا خلعت الممسوح عليه هل تبطل الطهارة يا فضيلة الشيخ، وخصوصا الشراب؟ بلا شك، إذا خلعت الممسوح عليه من جوارب أو خفاف أو غير ذلك بطل الوضوء، لأنه كشفت الرجل وظهر المغسول، وإذا زال محل الرخصة زالت الرخصة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم عبد الله تقول أنا امرأة كبيرة في السن ولكنني كثيرة الوساوس، مع أنني محافظة على الأذكار وعلى فروضي، فكيف أقي نفسي من هذه الوسوسة، وهل تخل بصلواتي؟ ارفضي الوسوسة، استعيذي بالله من الشيطان إذا أحسست بها، واستمري في عملك ولا يضرك هذا إن شاء الله. نعم. يقول السائل، طالت المدة ما بين عقد القران وإتمام الزفاف، ثم نشبت خلافات بيني
وبين أهل زوجتي وحد الانفصال دون إتمام الزفاف، ما حكم الشرع في الزوجة التي لم يدخل بها وذلك من جهة المهر؟ نعم، إذا كنت عقدت عليها وسميت لها مهرا ثم طلقتها قبل الدخول بها فلها نصفه، ويرجع إليك نصفه إذا طلبته شرعا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني الصداق، إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال في النصف من شعبان وكذلك النصف من رجب؟ هل ورد أن السلف كانوا يحتفلون بذلك؟ أبدا ما ورد أن السلف، وإنما يحتفل بهم المبتدعة، فلا يجوز هذا. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأصل الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول: بالنسبة لزوجتي عليها قضاء 4 أيام من رمضان الفائت وأدركها رمضان وهي لم تقضي، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها القضاء بكل حال بعد رمضان الجديد، ولكن إذا كان ليس لها عذر في تأخيرها عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف الصاع، كيلو نصف عن كل يوم. أما إن كانت معذورة بين الرمضانين ولم تتمكن من القضاء فيكفي أن تقضي وليس عليها إطعام. نعم. هذا السائل يقول: متى نأخذ برخص السفر؟ فنحن كان لنا سفر وقد جمعنا صلاة الظهر والعصر في البيت ثم سافرنا. لا يجوز هذا، تعيدون صلاة العصر لأنكم قدمتموها وجمعتموها وهو لا يجوز لكم ذلك. إنما القصر والجمع إذا خرجتم من البلد، إذا خرجتم من البلد ثم دخل وقت الأولى يجوز لكم الجمع. نعم. أحسن الله إليكم. من فاتته صلاة الفجر يوم الجمعة واستيقظ والإمام يصلي الجمعة، فهل يصلي الجمعة أو يبدأ بالفجر؟ لا يصلي الجمعة، وإنما يبدأ بصلاة الفجر ثم يذهب إلى الجمعة. هذا لا يجوز أن الإنسان ينام عن صلاة الفجر، لا يحتسب القيام لها ويقول متى قمت تصلي، هذا حرام ولا يجوز ولا تصح الصلاة إذا أخرجها عن وقتها من غير عذر. لكن لو كان يقوم الفجر ويعزم على ذلك ولكن غلبه النوم في بعض المرات هذا هو المعذور. وعلى كل حال ترتيب واجب بين الفرائض. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لإحدى الأخوات تقول: هل نصلي فضيلة الشيخ في الاستحاضة والحيض وما الفرق بينهما؟ الحيض لا يصلى فيه وهذا بإجماع أهل العلم، وأما الاستحاضة نعم يصلى فيها لأنها طهر، لأنها طاهرة، وهذا الدم الذي ينزل في الاستحاضة ليس بحيض وإنما هو نزيف. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، قد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.